زي ما فيش شك ان المملكه العربيه السعوديه الحقيقه مجهزه كل حاجه، كل كبيره وصغيره تخلي اللقاء في النهايه يخرج بشكل يليق باسم مصر وبقطبي الكره المصريه، وكمان بقدره السعوديه على تنظيم فعاليات مهمه وكبيره بالشكل ده. على صعيد المتعه اللي بتتكلم عنها نهاوند، ما تهيأليش ان احنا هنتحرم منها ابدا في هذا اللقاء، لان اكيد الفرقتين يعني هيمتعوا جماهيرهم ان شاء الله، ونسعد كلنا بمتابعه لقاء يتماشى مع فكرة ان احنا بنتكلم على ماتش للاهلي والزمالك، فالاهلي والزمالك دايما لقاءاتهم لا تخلو ابدا من المتعة باي حال من الاحوال. على صعيد بقى الجاهزية والاستعداد، عايزين نعرفكم ان فريقنا بالفعل بيواصل تدريباته استعدادا لنهائي كاس مصر. النهاردة ان شاء الله هيكون في تدريبات، امبارح كان في تدريبات بعد ما انتهت الراحة السلبية اللي حصل عليها كل اللاعبين لمدة 24 ساعة. برضو عايزين نعرف حضراتكم ان كولر عمل محاضرة فنية لكل اللعيبة قبل التمرين الجماعي اللي طبعا تضمن تدريبات بدنية متنوعة كانت كلها تحت اشراف مخطط الاحمال. كمان رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفولي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف قدوا هم كمان فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت اشراف ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى. اختتم كولر التمرينه بتقسيمه قويه شارك فيها كل اللاعبين، طبعا الكل على قدر المسؤوليه وكل بيتدرب على اعلى مستوى عشان يسعدوا جماهير النادي الاهلي في كل مكان، واللي قاعدين طبعا منتظرين بطبيعه الحال الحصول على لقب هذه البطوله ان شاء الله. بص يعني احنا هنسيب الملف ده وهنرجع له تاني طبعا في الفقره الحواريه، لكن قبل ما نترك هذا الملف خلينا بس نقول ان انا بشوفه دي وجهة نظري الحقيقة، لو أنت تتفق معايا يا كريم. أنا بشوف أن كل الأمور حاليا طيبة، كل الشواهد والمشاهد والظواهر اللي دلوقتي بتحيط بهذه المباراة جيدة للغاية، في احترام بين مجلسي الإدارة، في روح جيدة جدا داخل الفرق، في تنافسية شديدة، في استعداد على أعلى مستوى، في تنظيم من المملكة العربية السعودية يعني يليق بدولة مصر ويليق بدولة السعودية، في كل الأمور اللي أنت عايزها، يعني اتكلم براحتك في الخط ده هتلاقي كل الأمور جيدة جدا. الحاجة الوحيدة اللي أتمنى يكون في سيطرة عليها شوية شوية اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح، هو تحديدا التصريحات الغريبة واللي لا منطقية واللي في معظمها دمها تقيل الحقيقة اللي عمالة تطلع من